هنروح للشأن الداخلي وتحديدا جهود الحكومة والتوجيهات المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحسين وتطوير منظومة الصحة لتقدم أفضل خدمة طبية للمصريين. هذا التوجيه الحكومي أكد عليه النهاردة رئيس الوزراء خلال اجتماع لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، مع التشديد على أن تحسين الخدمة الطبية للمواطنين هو أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة. احنا معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار امين عام المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه. مساء الخير يا دكتور حسام واهلا بيك. مساء الخير يا استاذه ريهام، تحياتي لحضرتك يا فندم والمشاهدين حضرتك. اهلا بحضرتك، وقول لي شايف ازاي الاول اهتمام الحكومه بتطوير وتحديث منظومه الصحه بشكل عام ودلائل ده ايه، لو ممكن تكلمنا في هذه الجزئيه. يعني خلينا اقول انه بكل وضوح ولكل عين ترى ان هناك إنجازات حدثت في مجال الصحة وفي مجال التعليم خلال السنوات السبعة الماضية، يعني هي تصل إلى درجة الإعجاز، وأنه الاستثمار في التعليم والاستثمار في الصحة ده هدف أساسي نحو سعي الدولة المصرية لبناء الإنسان. فالنهاردة كان في توجيه من السيد الرئيس ومن دولة رئيس مجلس الوزراء بأنه يكون هناك في المحافظات الحدودية تحديدا، وبنتكلم على محافظات زي الوادي الجديد أو المحافظات النائية زي الوادي الجديد وزي شمال سيناء وزي الأقصر وزي العريش، أنه أو شمال سيناء، أنه يبقى في تكامل لإنشاء كليات طب والاستعانة بالمستشفيات المملوكة للدولة التابعة لوزارة الصحة لتكون هذه المستشفيات مرتبطة بكليات الطب الجديدة. احنا بنتكلم على مرسى مطروح، بنتكلم على شمال سيناء في العريش، بنتكلم على جنوب سيناء في الطور، بنتكلم على الأقصر. ده الحقيقة بيحقق هدفين. الهدف الأول هو إنشاء جامعة في كل محافظة، ودي خطة من خطط الحكومة إن كل محافظة مصرية يبقى فيها جامعة حكومية وفيها كلية طب. الحاجة الثانية الاستخدام الأمثل لموارد الدولة. الدولة المصرية النهاردة داخلة بقوة في منظومة التأمين الصحي الجديد، والمحافظات بتدخل تباعا وبناء على توجيه السيد الرئيس إنه بدل ما يبقى على 15 سنة إحنا بنتكلم على 10 سنين. بدأنا في محافظات فعلا، وهنبدأ في خلال 1/7 في محافظات زي الأقصر وأسوان وجنوب وشمال سيناء، وبالتالي في تطوير ورفع كفاءة كل المؤسسات الصحية في المحافظات ديت اللي من ضمنها الوحدات الصحية ومن داخل المستشفيات. فلما يبقى في ربط وتكامل وارتباط ما بين المستشفيات اللي بيتم تأهيلها على المستوى الإنشائي والتجهيزي بدعمها للأساتذة والعاملين في كليات الطب، انت حققتي كده كمال المنظومه الصحيه اللي بتعتمد على منشاه وتجهيز جيد وعلى مقدم خدمه مؤهل ومتعلم وعلى نظام ربط تستخدم فيه الدوله كل امكاناتها لتحقيق رعايه صحيه للمواطن. طب التوجيهات الحكوميه لكل من وزارتي التعليم العالي والصحه بالتنسيق والتعاون كمان لتوفير خدمه صحيه متميزه للمواطنين في جميع المحافظات، ده هينعكس ازاي فعلا على الخدمه المقدمه للمواطن؟ زي ما قلت لحضرتك، هي نجاح اي المنظومه الصحيه بيعتمد على اربع عناصر اساسيه. متلقي الخدمه وهو المواطن، وده احنا بنتحرك عليه من خلال التسجيل في منظومه التامين الصحي وتوعيته بحقوقه ووضع وان هو في قانون التامين الصحي له كامل الحريه في اختيار المكان اللي هو شايف انه انسب يتعالج فيه، فده مقدم متلقي الخدمه الصحيه. الركن الثاني المنشاه والتجهيز، وحضرتك شايفه الطفره اللي حصلت خلال السنوات اللي فاتت سواء في زياده عدد المستشفيات او في تاهيل المستشفيات او في تجهيز المستشفيات. ومقدم الخدمه الصحيه، مقدم الخدمه الصحيه ده محتاج انه يتعلم بشكل جيد، وده بيتم من خلال الجامعات، انه يتمكن من ان يمارس ما تعلمه في مستشفيات مؤهله وان يكون ان يحيا حياه كريمه. كل ده بيحصل على التوازن. ثم اخيرا القوانين والقواعد الحاكمه، او عندنا قانون التامين الصحي، عندنا قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعيه، عندنا قانون بدل مخاطر المهن الطبيه، عندنا قانون صندوق الكوارث الطبيه. كل الاربع اركان دي بتحقق في النهايه
خدمة صحية عالية الجودة وعلى مستوى متميز للمواطن. الجميل اللي بيحصل النهارده وما كانش بيحصل قبل كده ان انت مش بتعملي حاجة واحدة، يعني انت مش شغالة في الانشاء والتجهيز وبعدين وسايبة العامل البشري، ولا شغالة في العامل البشري الانشاء والتجهيز وسايبة القواعد الحاكمة، ولا سايبة متلقي الخدمة. كفاية ان انت بت النهارده لأول مرة بقول لحضرتك انت بتديله الحق، انت عايز تتعالج فين؟ اختار المكان اللي انت عايز تتعالج فيه، وطول ما هو المواطن هو المقياس والمعيار ورضاه هو اللي بيحدد جودة وكفاءة المكان، هيبقى سعي المقدم الخدمة الصحية دائما هو الحصول على رضا المواطن، اللي انت ربطتي التمويل برضا المواطن. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، شكرا لحضرتك يا فندم.